تدهورت الحالة الصحية للكاتب والصحفي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم إثر إضرابه عن الطعام ورفضه تناول الدواء نتيجة احتجازه من قبل جهاز أمن الدولة. وكانت النيابة العامة قد مددت احتجاز الجاسم 21 يوما على خلفية مقالات كتبها في مدونته على الإنترنت. التفاصيل نتابعها في تقرير لوليد المؤمن من الكويت. صراحة احنا حاسين بضيج وايد وفاقدين وايد لان احنا مو متعودين على غيابه. انا اعتقد يحاولون هم اسكاته لان ما قد شافوا رجل بهالجرأه وبهالمصداقيه ومو قادرين عليه، مو قادرين على اسكاته، فيعني قد يحاولون يوصلوها الى اقصى درجه. بهذه الكلمات تحدثت لنا ابنه الكاتب محمد الجاسم المحتجز لدى اجهزه الامن الكويتيه، الذي وجهت له تهم التحريض على قلب نظام الحكم وتقويض النظام الاجتماعي والإساءة لما وصف قام السامي لأمير دولة الكويت والنشر عمدا أخبارا وبيانات من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة والتأثير على مركز الكويت دوليا. الجاسم الذي تدهورت حالته الصحية أثناء التحقيق بعد إضرابه عن الطعام نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، ويقول أبناؤه إن تلك التهم جائرة ضد والدهم الذي عبر عن رأيه دون أن يسيء للدولة. الكتب اللي هم اللي النيابة تهمتها فيها، هذه الكتب بحد ذاتها آخر الشيوخ الهيبة والشيوخنا الأعزاء، الوالد بنفسه مهديهم للأمير ولولي العهد ورئيس مجلس الوزراء من 5 سنين. الوالد أهداهم هالكتب، وينهم من 5 سنين ما اشتكوا؟ هني علامة الاستفهام. محامي الدفاع من جانبه قال إنه منع من لقاء موكله ثانية بعد حضوره مراحل التحقيق معه، مشيرا إلى أن التهم كيدية حسب رأيه. إذا صحت هذه التهمة على فرض الجدل، يجب على أمن الدولة أن يقدم أصغر مسؤول وزارة الإعلام من قامه وساعده في الترخيص لتداول هذين الكتابين إلى وزير الإعلام في ذلك الوقت، كونهم مساعدين في التحريض على قلب نظام الحكم. هذا أمر لم يحدث، قدم موكلي وحيدا في ذلك. وفي السياق ذاته اعتصم العشرات من المؤيدين للصحفي محمد الجاسم أمام المحكمة مطالبين بالإفراج عنه. أما عضو مجلس الأمة المعارض مسلم البراك فقد هتف بسقوط الحكومة وسقوط كل دكتاتور يكسر حرية كل قلم على حد تعبيره. يعني أنا أعتقد أن هذا موقف أقل ما يجب أن نفعله تجاه قضية تتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير. مناصرة لحرية الرأي والتعبير، وإيمانا ببراءة الأخ والأستاذ محمد عبد القادر الجاسم، كان الأجدى بأن يخلى سبيله. مؤيدو الجاسم والذين جاءوا هنا اليوم للاعتصام معه يرون أن الهدف من إسكاته هو إسكات قلمه وكسره، بيد أن السلطة ترى أن الإجراءات التي اتخذت بحق الكاتب هي تأتي ضمن الأطر القانونية والدستورية. وليد المؤمن، BBC الكويت.